بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: اغتنم الأوقات الفاضلة في رمضان. تعرفون، هداني الله وإياكم إلى طريق الخير، أن رمضان بدقائقه وساعاته وأيامه، بصباحه ومسائه، بليله ونهاره، كله فضل وخير وبركة، ويجب على المرء أن يجد ويجتهد فيه ليفوز وينجح. وأعمال الخير في رمضان كثيرة ومستفيضة، ومن ضمنها، إضافة إلى ما تقدم في الكلمة السابقة، الذكر والدعاء. ففيما يخص الذكر، أكد عليه سبحانه وأثنى على الذاكرين ووعدهم بالأجر الجزيل والثواب العميم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما الدعاء فيكفي في شرف فضله أن الله ذكره في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة، فقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكل ساعات رمضان صالحة للذكر الكثير وللدعاء الجزيل، غير أن هناك ثلاث ساعات من رمضان يجب اغتنامها ولا يجوز تضييعها، والناس للأسف يضيعونها إما في الأكل أو في النوم. وهذه الساعات هي: أولا، الثلث الأخير من الليل، ذاك وقت ينزل فيه رب العزة جل وعلا ويخاطب العباد بقوله: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ويجب على العبد أن يرفع في هذا الوقت إلى ربه كل حاجاته، ويكون موقنا بأن هذا وقت الطلب ووقت الإجابة. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي شيئا كحديث الأحباب في الأسحار. ثانيا، بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، وهو وقت مبارك يستحب فيه الذكر ويستجاب الدعاء، وفيه يتلى الحزب الصباحي الراتب. وأحسن الأدعية على الإطلاق في هذا المجال ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة جويرية رضي الله عنها عندما تركها في البيت النبوي تذكر الله، وخرج وأطال المكتف الخارج، ورجع بعد أن أشرقت الشمس وظهرت فوجدها لا زالت على حالها، فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وسر عظمة هذا الدعاء يكمن في معناه، فقوله تعالى عدد خلقه يطرح علينا سؤال: كم عدد خلائق الله تعالى؟ هم خلق لا يحصون عددا. ورضا نفسه، ما هو عدد
من رضي الله عنهم من الأفاضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وزينة عرشه الله تعالى له عرش وله كرسي، وهذا الكرسي وصفه في الآية المعروفة بهذا الاسم، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض. وورد في الحديث أن الكرسي بالنسبة للعرش هو بمثابة حلقة مرمية في فلات، وقوله ومداد كلماته يعني فسرتها ووضحتها الآية الكريمة، فقد قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الوقت الثالث عند إفطار الصائم، ويكون آنذاك في حالة الضعف والانكسار وحالة التذلل والاستغفار، وعليه أن يردد دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد أكد عليه الصلاة والسلام جازما أن الدعاء في هذا الوقت يستجاب، فقال عليه السلام إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني تأكيدا لا ترد إلا أن يردها الداعي نفسه عندما لا يوفر لها من الشروط ما يجعلها أدعى للاستجابة. وعلى الناس أن يدعوا بما يحتاجون، وذلك ولا نحدده نظرا لتباين حاجاتهم. وهناك من يشغله الذكر عن الدعاء، فجزاؤه قال صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. فاغتنموا رحمكم الله هذه الأوقات بالذكر والدعاء تفوزوا وتربحوا. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، واستجاب دعواتنا ودعواتكم، وكتبنا جميعا في صفحة المعتوقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.